أسعار الحج تضاعفت، وأصبح من الصعب جداً على شركات السياحة إن هي تفي بالتزاماتها مع الوزارة، بإن هي ملزمة شركات السياحة إنها تجمع عدد معين عشان تاخد الحصة بتاعتها. فوجئنا بإن شركة الطيران بتعلن الأسعار بالزيادة اللي احنا سمعنا عنها. الحقيقة هتبقى صدمة للحجاج، لأن كتير من الحجاج لم يعرف إن تذكرة الطيران وهتوصل لسعر معين، خاصة الناس اللي هتسافر في اليوم 4 ذو الحجة ل 29,000 جنيه. من الممكن إنه ما يكونش قادر إنه يدفع ويلغي الرحلة، وده معناه ان هو هيخسر كل الفلوس اللي دفعها، لان بالمنطق وبالعقد ان احنا خلاص دفعنا الخدمات دي وتعاقدنا عليها، فمش هنقدر نستردها ليه. التفاوت اللي موجود في الاسعار، منها البري كان السنه اللي فاتت ب 32,000، السنه دي ب 48,000. الحج الاقتصادي اللي هو يعتبر ملاذ للناس كتير جدا، الملاذ لاكبر المصريين ان هم بيقدموا فيه، كان السنه اللي فاتت عامل 37,750 بالتذكرة الطيران، يعني كان من غير تذكرة الطيران كان 29,000. السنة دي الحج الاقتصادي 46,000 بدون التذكرة، إلى جانب أن التذكرة لوحدها هتبقى في حدود 16,000 جنيه. النهاردة فوجئنا أن تذاكر الطيران غليت قوي، وده طبعا كتير قوي 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 بالمقارنة بشركات الطيران الأخرى وبالمقارنه بالسنين اللي فاتت. برضو يبقى الحاجه تبقى معقوله، حاجه يبقى شيء معقول، لان برضو الناس، في ناس، جزء من الناس هي حياته كلها يعني امنيه حياته كلها ان يحج او يعتمر، وبيقدم كل اللي قدامه اللي وراه عشان يعتمر او يحج. الحج القرعه السنه اللي فاتت كان في حدود ال 30,000 32,000، السنه دي عامل 65,000 جنيه، يعني زياده اكتر من 100%. فبصراحه مش عارفين، لا الناس عارفه تروح فين ولا احنا عارفين نروح فين. في النهايه احنا متضررين باعتبارنا ممثلين للحج المصري.